احنا معانا كمان يسري، هو انت جار اسلام وصديق، كلمنا عن علاقتك باسلام واخر مره شفته. اخر مره شفته كان قبل الحزبيه، كان دار بينكم حوار، كلمته في حاجه؟ قال لي انا توحشني وعايز اقعد معاك. اتصلت عليه الساعه 12 الصبح، قال لي انا لسه طالع بالمكنه وربنا رزقني بمشوار الصبيح توك توك اوديه واجيله. قال لي انت فين؟ قلت له مستنيك في العلوي. قال لي 10 دقايق واكون عندك. رنيت من بعدها تليفون بقى لغايه بعد المكنه. علاقتك بيه ايه؟ كلمنا عن اسلام. انا كنت من بصحى بالصبح معاه، بعدين معاه لغايه لما بنروح سوا. كان هو اللي يعني ايه، كان هو اللي شال البيت وكده، مكافح يعني. واصحابه دول يعني كانوا واكلين معاه عيش وملح و يعني. حضرت جنازه صاحبك؟